الإشكالية اليوم عندنا هو وقفنا على الأقل باش مسؤول الزيادة على المواطن في الطوبيس، باش مسؤول الزيادة على المواطن في الطاكسي، باش مسؤول الزيادة على المواطن كذلك من خلال الزيادة على نقل المسافرين، باش مسؤول الزيادة كذلك بالنسبة للنقل. الدعم غيوصل 17 مليار ديال الدعم، ونحن حاسبين هذا 13 مليار ديال الدعم، إذا 4 مليار درهم إضافية على داك الشيء اللي كنا حاسبين. فهي غنضطرو نديروها باش القناة الغاز ما تنزلش فيها ديال هاد المواد الاستهلاكية الأساسية، وهو أنه تبين بأن كاين إشكالية مطروحة بالنسبة للبضائرات الإدارية الخضار إلى آخره اللي عرفت تسمع في الفلا، وهذا جعل أنه باش نضمنوا أن هاد المواد تبقى ويبقى الثمن باش يتراجع باش ما يبقاش يتزاد، كان ممكن يوصل 20 درهم، أنه باش يبقى في واحد المستوى مقبول. فهو وقفنا هذا التصدير باش نحافظوا على القدره الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين، وبالتالي هذاك الثمن اللي كان وصل 14 درهم الى اخره تراجع، لانه الثمن الدقيق حتى هو تزاد فيه على الصعيد الدولي، بالتالي وصل ل 400 درهم الى اخره. حنا عمليا تنبيعوا هنا بجوج دراهم ونص، اذا هذا باش انه الخبز يبقى بدرهم حتى هو عاوتاني درنا واحد المجهود باش يبقى في درهم و20 باش ما يتزادش فيه 50 سنتيم الى 80 سنتيم. كذلك الشان بالنسبه للسكر اللي زدنا 4 مليار ديال الدرهم باش تبقى ثمن السكر مستقر. اذا عمليا شوفوا المجهودات الكبيره اللي تتبدل، صحيح انه المحروقات زادت فيه، صحيح ان بعض المواد بحال الزيت الى اخره زادت فيه، ولكن مقارنه مع الدول الاخرى فالزياده فهي اقل بكثير من الدول المقارنه، وانتم عارفين انه اليوم في اسبانيا راه وقفوا ما عندكش الحق تاخذ اكثر من 5 يترو في المره. دابا يمكن هنا المغرب باقي كاين الحمد لله السلام، دابا يمكن الاخريه اللي يعطيكم معطيات اكثر في هذا الاطار، ولكن هادشي ايجابي، هادشي ايجابي حيت بحال اللي قال الاخ الامين العام، العرايش والاقليم ما داش النصيب وما داش الحق ديالو في التنميه رغم كل المؤهلات. والمؤهلات كاينه، كاينه اولا البنيه التحتيه اللي موجوده، شيء موجود في العرايش الحمد لله باش يكون قطب صناعي تنافسي من الطرز الرفيع، هادشي كلشي موجود عندو. هاد الزيارة عندها أهمية كبرى بحيث أن العرايش هو القطب الصناعي الواعد بين طنجة والقنيطرة اللي غنشتغلوا عليه اليوم باش نمكنوه من إدماج العرايشيات والعرايشيين بالأخص الشباب منهم في قاطرات التنمية الصناعية ديال البلاد اللي هي واعدة اليوم. المغرب عنده جاذبية قوية كيجلب مستثمرين من العالم كامل، واليوم حان الوقت أن إقليم العرايش يكون عنده نصيب من الجاذبية يتوفر على كل المؤهلات الحقيقة، بنية تحتية، القرب من الموانئ، وأهم من كل شيء الكفاءات.